رادار الأخبار يواصل استعراض ملفاته. فقرة رادار 360 درجة مع روبير. مساء الخير روبير. مساء الخير فضيلة. سنتحدث في هذه الفقرة عن موجة ثانية من فيروس كورونا. الإصابات في العالم روبير تجاوزت 18 مليون. صحيح، وسط اتجاه جدي إلى إغلاق جديد في الدول الأكثر تضرراً. 18 مليون إصابة تخطاها وباء كورونا، ليدق الخبراء ناقوس الخطر من تجاوز الإصابات 20 مليون إصابة في الأسابيع القليلة المقبلة، ما لم يلتزم سكان الدول الأكثر تضرراً بالإجراءات الوقائية الصارمة، بعد أن أدى تخفيف العديد من الدول لإجراءات الحجر الصحي القاسية لارتفاع الإصابات، مما فتح الباب أمام مخاوف حقيقية من موجة ثانية من الجائحة وأكثر خطراً، وتحذير منظمة الصحة العالمية من التهاون في مواجهة انتقال عدوى الفيروس. فقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس: سنكون أمام موجة جديدة وكبيرة. كما أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يتجه إلى إغلاق جديد في بلاده بوجود دلائل ومؤشرات جدية على موجة ثانية لتفشي كورونا في أوروبا وبريطانيا تحديدا. الفيروس روبير يواصل الانتشار في العالم على الرغم من أن دول عديدة مثل الهند وأستراليا أعادوا فرض الحجر على عشرات الملايين من الأشخاص. أليس غريب هذا روبير؟ فضيلة، تتواصل الأنباء السيئة بشأن تفشي الفيروس في عدد من الدول التي سارعت كما الهند وأستراليا، لكن العلماء لم يحسموا بعد انتهاء الموجة الأولى لتبدأ الموجة الثانية. لا يوجد تعريف علمي رسمي لموجة ثانية في عالم الفيروسات، لكنها غالبا ما تفهم بأنها عودة ظهور إصابات جديدة بالفيروس بعدما كانت تراجعت بشكل كبير تقريبا، كما يقصد بها حدوث طفرة جديدة في الفيروس مما يثير إصابات جديدة. ويقول ديفيد ويبر عالم الأوبئة في المركز الطبي في جامعة نورث كارولينا إن المصطلح استخدم لوصف الاتجاهات المختلفة خلال الجوائح السابقة، بما في ذلك الإنفلونزا الإسبانية العام 1918 والسارز العام 2003، حيث وصلت الإصابات إلى الصفر ثم ظهرت من جديد إصابات جديدة بسبب طفرة ثانية للفيروس، وهذا ما يقصد به موجة ثانية. ويتوقع خبراء علم الأوبئة أن يكون لقاح كورونا جاهزاً بحلول العام 2021، ولكن لم يحدد بعد إذا انتهت الموجة الأولى وبالتالي تصفير الإصابات، وهذا لم يحصل بعد. يعني إذا لم يحصل بعد روبير، لا يمكن تصور بأن الحكومات في العالم ستخاطر مرة أخرى بإغلاق شامل كالذي شهدناه قبل أشهر، لأن ذلك سيضر باقتصاد العالم من جديد وباقتصاد هذه الدول. روبير، ما رأيك؟ صحيح فضيلة، يعني الحكومات لن تغامر، ولكن صناع السياسة أصبحوا جاهزين لإدارة الأزمة والتعامل معها إن كان بحزم أو بإجراءات جديدة. فتؤكد الأرقام تكاثر الإصابات عالميا في الفترة الأخيرة بشكل أسرع من أي وقت مضى، الأمر الذي قد يجبر العديد من الدول إلى تغيير مخططاتها، بما فيها الولايات المتحدة التي كانت قد أكدت أنها لن تغلق البلاد في حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا. وبدأ صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد العالمي، متوقعا ركودا اقتصاديا هذا العام أعمق مما كان متوقعا في بداية أزمة كورونا. وأشار البنك الدولي إلى أن فيروس كورونا سيتسبب في تقليص الناتج العالمي بنسبة 5.2% في العام 2020 في أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية. ومما لا شك فيه أن كل هذه الأرقام السلبية تعقد الأمور أكثر فأكثر لدول العالم وحكوماتها التي باتت في حيرة، فهي تغلق أبوابها واقتصاداتها مجددا في النصف الرابع من هذا العام في حال لم تعد قادرة على السيطرة على الفيروس. يعني أعتقد روبير الحل الوحيد الآن مبدئيا لأنه ما في فاكسين أو لقاح، الالتزام بكل الإجراءات المتبعة، لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، التخلي عن بعض العادات الاجتماعية. صحيح. أيضا الدول والحكومات فاضلة تعمل جاهدة لتحريك عجلة الاقتصاد للحد من آثار الأزمة، كما أنها في الوقت نفسه قلقة. نعم. ومتخوفة من موجة ثانية قد تكون أقوى وأقصى من الأولى. لا سمح الله روبير، شكرا جزيلا لك روبير.